نجم محي اسماعيل ازيكم منور مهرجان اسكندريه. رايك في المهرجان بشكل عام وايه سر حضورك كمان؟ انا اول مره احضر المهرجان ده وانا عضو لجنه تحكيم الافلام العالميه. ايه تاني؟ الصحفي احمد عاشور برحب بيك في كلاكات. اهلا بيك، اهلا وسهلا. انت سمعت الهوجه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا على الحوار اللي انت عملته مع محي اسماعيل؟ كلمنا عن الحوار ده وايه كواليسه. انا سمعتها. ايه تاني؟ طيب بص، الموضوع كان في مهرجان اسكندريه، كنت رايح احضر الافتتاح فقابلت محي اسماعيل. يمكن انا حتى عملت فيديو عندي على القناه قلت فيه الحكايه، بس انا حابب اديك تفاصيلها برضو. ان انا عارف ان محي اسماعيل عنده فكره الانا عاليه زياده عن اللزوم شويه، وفي الوقت ده كان الممر بيتعرض والممر حقق نجاح كبير قوي، فانا قلت فرصه ان انا استفزه او اقول له الممر ونجاح اياد نصار وفكره ان هو كان عامل يهودي في الرصاصه وهنا اياد نصار عامل يهودي وهو الناس كلها بتتكلم عن اياد. قلت بس انا هلعب على اللقطه دي واللي يجي منه كله بركة بقى. فأنا طبعا عملت اللقاء، وطبعا زي ما انت شفتوه هو ما شاء الله ادى إفيهات أكتر من مرة، حتى هو فهم أو سمع أن أنا بقول له أنت في الممر، فقال لي أنت ما بتعرفش تتكلم. أنا طبعا ما ولا كأني سمعت حاجة، يعني أي صحفي غيري ممكن يتخض يتفاجئ يرتبك أن أنا بقولك أنا رايح مؤهل نفسيا أنه هيعمل أي حاجة. طبعا حضرتك تابعت فيلم الممر في الفترة الأخيرة. في الممر أنت ما بتعرفش تتكلم، فبالتالي انا عادي خدت الكلمه في الهوا وكملت عادي لقائي تمام، مفيش اي مشاكل. قلت له لا انت شفت الممر ولا ما شفتوش؟ فابتدى يتكلم بقى. هنا الحته طلعت بقى، زادت عنده فكره البارانويا شويه. قال لي لا انا كنت عامل الرصاصه اللي تزال في جيبي وده اللي شفته وكنت عبقري وشكرا. لا انت تابعت فيلم الممر اكيد شفته. لا ما شفتوش، انا شفت الرصاصه اللي تزال في جيبي وانا عملت دور اليهودي وكنت عبقري وشكرا. اللقاء ما وقفش على كده، حاولت اطول معاه لان طبعا موضوع السادات يمكن ما كان ناس كتير قوي ما تعرفش حكايه الشقه اللي خدها من السادات، فاتكلمت معاه عنها برضو. قلت له انت خدت مكافاه من رئيس السادات وتعجب يعني زي ما شفت اللقاء، فالحمد لله انه حقق نجاح كبير والناس كلها شافته. يعني اعتقد محي اسماعيل نفسه النهارده كمان بقى في منطقه تانية من بعد الانتشار اللي حصل ده. يعني انت متى بتسجل اللقاء؟ هل كنت تتوقع نجاح الفيديو ده عمل؟ لا اطلاقا، انا يعني بس كنت متوقع انه يعمل حاجه يعني، بس انه يكسر الدنيا بالشكل ده ويبقى خلاص. ايه تاني ده بقى؟ في خلاص كل الناس بتتكلم فيه، فكره كنت عبقري والطريقه اللي اتكلم بيها. يعني شفنا صفحات كتيره قوي اتكلمت عن الموضوع، منها صاحبي عملوا حاجات لطيفه عجبتني انا شخصيا، فكره الموظف الطالب السنجل، فلا كانت حلوه قوي الفكره وعملت رد فعلا انا بصراحه ما كنتش متوقعه. يعني ايه تاني؟ انا شايف برضو يعني ان الاسئله كلها كانت من المنهج من المريخ مش من المنهج، انت بتعرفش تتكلم يعني. في بعض الناس بتحس ان محي اسماعيل متعجرف ومتكبر. لا 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 لا، هو انت في الاول وفي الاخر انت كاركتر، انت فنان عامل شكل، ما كل فنان له شكل. محمد رمضان عامل شكل بس ده شخصيته في الحقيقه غير ادواره، يعني دوري حاجه وشخصيتي في حاجه. ما شخصيته في الحقيقة هي اللي احنا بنشوفها على لقاءاته وبنشوفها بيهزر وبنشوفه بيضحك يعني فكرة ان انا يتكلم تليه راح مرة واحدة اعمل لك كده، ده كاركتر هزار. هو انسان طيب ودمه خفيف وعبقري وفنان، وهو الفنان على بعض هي حالة كاملة. انا بالنهاردة انا يعني حتى محمد رمضان بيقول انا نمبر وان، هل محمد رمضان مغرور؟ مش مغرور، هو بس هو بيتكلم، هو ده خلاص. هي هو الفنان شكل حالة، فحالة محمد رمضان هي حالة محي اسماعيل، هي حالة فنانين كتير، كل فنان بيخلق نفسه كاركتر وشخصية. فمحي اسماعيل انا برفض اي حد يقول مغرور، وحتى انا برفض ده في التعليقات عندي كمان على الفيديو لما بيجي حد يقول مغرور. لا مش مغرور يا جماعة ابدا، حتى هو ضحك حتى في اللقاء تشوفه وقت ما ضحك وقلب الموضوع هزار وبتاع. لا هو انسان طيب جدا ومحترم. يعني اقول له انت يعني بص نجم سايكو الدراما وقيصر السينما والجوكر، فبجد معي اسماعيل انت عالمي وتستحق انك تبقى ترند، سواء كان لقاء من خلالي من خلال حد تاني، هو ربنا اللي رايد في الاول وفي الاخر النجاح ده سواء ليا او ليك. فبشكر ربنا طبعا على اللقاء ده، وبشكر استاذ محي اسماعيل كمان انه هو ابدع وتجلى معايا بالشكل ده. يعني